السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هي المحاضرة عن الادراك تارجتينج. ببساطة هو ان الادراك تارجتينج هو انه نوصل الادراك الى مكان معين حتى نقلل السايد افكت. فالادراك تارجتينج most of drug are given systemically or the whole انه او بعبارة اخرى انه توصل للهول of the body and act at a specific molecule target in the body. And the most common example for the target in the body اللي هو ممكن يكون enzyme, ممكن ان يكون substrate للenzyme, او تكون الميتابولايت, او تكون البروتين اللي موجود, receptor, ion channel and the transport protein. طبعا انتم اخذتوا بالمحاضرة عفوا المرحلة الرابعة انه شلون البنسلينز شلون تشتغل والسيفالوسبورين على السيل وول, والمفروض انه عرفتوا انه هم يصير بيهم انتر اكشن عن طريق الدي انيلين دي انيلين اللي موجود بالسيل وول, وبذلك انه عندنا البنسلين يسوي لنا بلوكينج للستراكشر او ذا سيل وول, وبذلك لان يشابه الستراكشر مال الانيلين اللي موجود بالسيل وول اوف بكتيريا. فالبنسلين اند سيفالوسبورين عملت انه السيل وول انهبيتر عن طريق تشابه الستراكشر مالتها مع الستراكشر اللي دي انيلين اللي هو امينو اسيد موجود بالسيل وول اوف بكتيريا. ممكن الدراج ممكن ان يعمل مو فقط انه التارجتنج عن طريق في شيء سبيسيفيك, لكن ممكن ان يكون اماني تارجت ذات كان بي انتربت ذا بايولوجيكال باثوي اوف ذات اورجانز سوتش اس بكتيريا. نيو تارجت فور ذا نيو دراج. زين ليش احنا نحتاج نيو تارجت؟ لان احنا مثلا اكو عندنا نيو ديزيز صارت مثلا الاتش اي في, الايدز, سارس, كورونا فيروس واند سون. مثلا اندر ستدي ديزيز اللي هي الملاريا, تريبانوسوماسيس, الزهايمر, كانسر, ايضا الكرونيك ديزيز اللي هي ديابيتس, اوبيسيتي, سيستيك فايبروسيس, اوتيزم, لحد الان ما نعرف الاسباب مالته الجينيتك هذني ايضا. وبذلك راح يكون عندنا وي ار لوكينج فور ا نيو تارجت. السبب انه نحتاج نيو ابروتش حتى يصير عندنا نيو تارجتينج باث واي. هذا النيو ابروتش ممكن ان يكون عن طريق الجينيتك, ممكن ان عن طريق البايو انفورماتكس. البايو انفورماتكس معناه انه نعرف الستراكشر والبيولوجي اوف ذا ريسبتر اللي مسؤول على الاند المايكرو اورجانيزم المسؤول على الديزيز باثوي. وبعد ما نعرف انه الديزيز باثوي ونعرف انه الريسبترات اللي موجوده عليه, راح ممكن ان نصمم دراج مشابه حتى يكون فت ذاك الريسبتر. هذا البايو انفورماتكس. بينما الجينيتكس راح يكون شنو؟ نعرف الجينيتكس سيكونسز مال الديزيز ونسوي انتربشن اوف وان اوف ستيب اوف ذا جينيتك فور ذات ديزيز, وبذلك انه نحقق هذه. وهذا ابروتش ايضا جديد بالفارماسيوتيكال كيمستري اند دراج ديزاين اند ديسكفري. واحد من التارجت هو الليفيد. The number of the drug that are interacted with lipid is relatively small, but in general they are interacted in the same way by disrupting the lipid structure of the cell membrane. For example, اللي هن tunneling molecule. التنلنج مولكيول هي اذا شنو؟ هي تشتغل لنا على البلازما ممبرين and result in controlled movement of the ion across the cell membrane that leading to the cell death. اذا احنا عندنا cell membrane, هاي المولكيول تجينا تشابه عمل cell membrane
تصير على شكل قناة داخل السيل ممبرين تسمح لنا بعبور الأيونز أكروس ذا سيل ممبرين وبأدينا إلى سيل ديث. كإنترودكشن، الفنجاي هي شبيهة هي إيوكاريوت تحتوينا على ترو نيوكليوس with the nuclear membrane and mitochondria. السيل ممبرين يكون ارغوستيرول اللي هو بدلا من الكوليسترول اللي موجود في الهيومن بودي. فالفنجاي بيها ارغوستيرول اللي هو as a base unit. فالسيل وول مال الفطريات اللي هو ببتيدو مامان يتكون لنا جلايكان اللي هو target for the new antifungal drug. احنا ما راح نتطرق لهاي الامور لان احنا هدفنا انه شلون يصير tunneling molecule وسوينا targeting للسيل membrane عن طريق targeting for the protein. فالtunneling molecule اللي هو مثال عليها الانفوتيرسين that used topically against the athletic food and systemically against the life-threatening fungal disease. إذا الأنفوتيرسين إذا هذا عندنا سيل ممبرين فهو يكون على شكل شنو؟ جزء من السيل ممبرين على شكل قناة يعبر لنا الأيونز من داخل الفانجاس سيل إلى خارجها، وبذلك راح يسبب لنا الديث. فهو مثل النفق اللي موجود اللي يعبر المواد خارج الخلية. It is interact with the lipid and the sterol of the fungal cell to build a tunnel through the cell membrane. إذن هذا sterol and lipid اللي موجود في cell membrane فيسوينا على شكل نفق يصير. وقت ما يصير بالمكان مالته the content of the cell are drained away and the cell is cold. Amphotericin B is a fascinating molecule that is a one half of the structure is made of a double bond and is hydrophobic. فهذا الجزء اللي هو الهيدروفوبك. إذن هذا structure كله اللي هو الأمفوتيرسين متكون من جزئين. الدبل بوند ذني هو الهيدروفوبك ريجن، بينما الهيدروكسيل جروب اللي هو الهيدروفيلك ريجن يشابه العمل السيل ممبرين من يكون جزء بي اللي هو ووتر سوليبل وجزء بي ليبيد سوليبل اللي هو الفوسفوليبيد اللي موجود في السيل ممبرين. So it is ideally suited to act على السيل ممبرين مثل ما قلت. Several amphotericin B molecules that are clustered together such that the alkene chain face outward to interact with a hydrophobic center of the cell membrane. وبذلك بما انه هو متكون من two region فمن يصير in contact ويا الهيدروفوبك center فراح يكون شبيه الشيء منجذب إليه. يعني ما معناه إنه الجزء الهيدروفوبك اللي هو الدبل بوند خلينا نقول دبل بوند لير راح تكون انتراكت with the hydrophobic center of the cell membrane. فخلنا نتوقع إنه هذا الهيدروفوبك center of the cell membrane. فمن اللي يصير داخله اللي ينجذب له أو ينجذب له تنجذب له الهيدروفوبك ريجن. إذن الهيدروفيلك ريجن وين صارت بالوسط، وبنفس الوقت هذا الجزء بما أنه هو هيدروفوبك إذن راح ينجذب له الجزء الهيدروفوبك، وبذلك راح يصير داخل المولكيول داخل الأنفوتيرسين مولكيول يكون بولر، الخارج مالتها السيرفس راح يكون نون بولر. وعلي الايون بما انه هن بولر راح ممكن ان تعبر خارج الانفوتيرسين تعبر من خلال الانفوتيرسين خارج الفانكال سيل، وبذلك يؤدينا سيل ديث.
The tunneling result from the cluster is lined with, مثل ما قلت إن الهيدروكسيل جروب and هيدروكسيل جروب and so it is hydrophilic. وبذلك شكو بولر كونتنت من ايونز بروتين داخل السيل ممكن ان تعبر عن طريق هاي التنل او التشين اللي صارت. ليش؟ لان البطالة مالتها بولر. الخارج مال الانفوتيريسين اللي هو الكونتاكت وين سيل ممبرين راح يكون النون بولر، بينما الداخل مالته فهو البولر. فاي شيء بولر موجود بالخلية راح يعبر من خلال هاي التشانل. فالانفوتيريسين is a natural product derived from ستربتومايس نودوسس اللي هو المايكرو أورغانزم. And it has been established that each of molecule of amphotericin from a hydrogen bonding interaction with the molecule of ergosterol. فهذا الأرغوستيرول بدلا من الكوليسترول اللي موجود بالسيل السيل of a human بالفانكرا سيل فموجود أرغوستيرول. فأكو هيدروجين بوندينج راح نشوفها is in order to interact to create the ion pore channel. اكو crucial interaction اللي هو بين the charged ammonium group on the carbohydrate ring of amphotericin B. فمثل ما نعرف هذا الارغوستيرول وهذا الامفوتيريسين، الامفوتيريسين B هاي النيتروجين هذا الهيدروجين بوندينج. فمثل ما قلت انه هذا السيل وول، هذا السيل وول، هذا الجزء الهيدروفوبك راح يكون ان كونتاكت ويا الهيدروفوبك، بينما هذا البولر الجزء البولر ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هيدروجين بوندينج بيناتهم ويا الشجر موليكيول هيدروجين بوندينج مثل ما هاي نشوفها ايضا هنا هيدروجين بوندينج. وهذا يؤدينا الى انه يفتح لنا القناه، وبذلك اي شيء بولر يعبر من داخل الخليه الى خارج الخليه. فهذا الهيدروجين بوندينج جدا ضروري لعمل هذه الشانل ولعمل الانفوتيريسين بي مثل ما قلت. وراح اكرر انه الجزء النون هيدروفوبك راح يكون ان كونتاكت ويا الجزء النون هيدروفوبك اوف ذا سيل ممبرين، وبذلك راح يصير عندنا تنلنج مولكيول. هاي التنل مولكيول. الجزء الاخر اللي هو الجراميسيدين ايضا هو تنلنج مولكيول. It is a peptide containing 15 amino acid which is thought to coil in a helix which is a hydrophobic and interact with the membrane lipid while the inside of the helix that contain a hydrophobic group. مثل ما قلنا انه الـ inside of the gramicidin راح يكون hydrophobic group، بينما الـ outside. فلذلك الجراميسيدين can be viewed as a escape tunnel through the cell membrane. In fact, the molecule of جراميسيدين would not be long enough to traverse the cell membrane. بما أنه هي 15 أمينو أسيد فهي كلش قصيرة، وبذلك راح يكون عندنا 2 جراميسيدين هيلكس حتى واحدة يعني راح تكون واحدة فوق الأخرى حتى يكون شنو تعبر لنا تعبر السيل ممبرين. فتخيلوا ان السيل ممبرين هو طبقتين، فنحتاج 2 جراميسيدين واحده فوق الاخرى حتى تصير عليه عندنا شانل تسمح لنا مرور الايونز، وبذلك يؤدي لنا كلينج اوف مايكرو اورجانيزم. فاذا 2 جراميسيدين هيليكس ذات align themselves end to end in order to achieve the length required. فهذا جراميسيدين واحد وهذا جراميسيدين اثنين، فهذين اثنيناتهم يصيرون واحد فوق الاخر حتى يصير عندنا شانل حتى تسمح لنا مرور الايون داخل الايونز اللي موجوده داخل المايكرو اورجانيزم. فجراميسيدين هو بي 3 انواع، جراميسيدين اي وبي وسي بالاختلاف الامينو اسيد رقم 11. فهذا الجراميسيدين متكون من امينو اسيد اللي هنا 15 امينو اسيد.
فجراماسيدين اي هذا وهذا تو مولكيول اوف جراماسيدين، هاي المولكيول الاولى وهاي المولكيول الثانيه، وهاي تسمح لنا بايون فلو، الايون فلو من داخل الخليه الى خارج الخليه. البطانه مالت القناه تكون بولر، فلذلك اي شيء بولر يكون خارج، بينما النون بولر الجزء النون بولر راح يكون ان كونتاكت وذ النون بولر بارت اوف ذا سيل ممبرين. الستركتشر بروتين از ا دراج تارجت. الفيروس ستركتشر بروتين از ا دراج تارجت. الفيروس كونسيست اوف ذا نيوكليك اسيد. الفيروس متكون من نيوكليك اسيد، هذا النيوكليك اسيد از انكابسوليتد within the protein coated called a capsid. If the virus is to multiply within the host cell, this coat should be break up. فهذا الكابسيد، هذا الكابسيد. فإذا يريد يصير بي ريبليكيشن هذا الفيروس، لازم هذا الكابسيد يكون شنو بريك اب انتو اوردر تو ريليز النيوكليك اسيد انتو ذا سيل. ذا دراج هاف بين ديزاين ويتش بايند تو ذا ستراكشر اوف بروتين ذات ميك اب ذا كابسيد اند بريفنت ذا ان كوتينج بروسس. فلذلك الادويه صممت على انه شنو ستيبلايز ذيس كابسيد، ما تخليه يصير بي بريك اب، تخليه ستيبل. The drug that binds to the viral protein and inhibits this protein-protein interaction and therefore تعطينا antiviral action. الإكزامبل عليه إنفيورتايد اللي هو أبروفد، اللي هو أبروفد بالألفين وثلاثة as anti-HIV medicine. فالانفوفيرتايد هو يسوي لنا شنو ستيبلايزيشن للكابسيد، وبذلك يمنع لنا البريكنج اوف ذا كابسيد، ويمنع لنا الريليز اوف ذا نيوكليك اسيد، وبذلك يعطانا الانتي فايرال اكشن. التيوبولين بوليمرايزيشن اند دي بوليمرايزيشن ايضا هو از ا دراج تارجت. مثلا الكولتشيسين، الكولتشيسين يورك از انتي ميتوتيك ايجنت باي بايندينج تو ذا تيوبولين اند انهبيت ذا مايكروتوبيول بوليمرايزيشن. احنا نعرف ان المايكروتوبيولز شنو، لكن خلينا فد مراجعه بسيطه. التيوبولين هو جلوبيولر بروتين، فشي يعني على شكل حلق، على شكل كرات، بروتين على شكل كرات متجمعه واحده مجاوره للاخرى، شلون السبحه، هذا التيوبولين. That formerly known as a colchicine binding protein. اذا المايكروتوبيولز هو شنو؟ هو مجموعه من التيوبولين. Are responsible for the several important function within the cell. And most commonly that form mitotic spindle during the cell division. اذا المايكروتوبيولز هي راح نشوفها هسه ونشوف الستركتشر مالتها. فالكولتشيسين اكشن شنو؟ bind to the tubulin dimer and distort the tubulin microtubules equilibrium and arresting the mitosis of the metaphase. And therefore the colchicine work as a mitotic poisoning or a spindle poisoning and preventing the cell division. إذن هسه المايكروتوبيولز سنتر، هذا سينا مايكروتوبيولز، هاي تمسك لنا شنو؟ تمسك لنا الكروموسوم بالميتوسيس. طبعا التيوبولين هي الوحدة المكونة للمايكروتوبيولز. ارتباط المايكروتوبيولز الفا التيوبولين الفا والبيتا يصير عندنا دايمر، والدايمر يصير عندنا مايكروتوبيولز. اذا المايكروتوبيولز منين متكون؟ متكون من مجموعه من الالفا والبيتا تيوبولين. اوكي زين، هذا التيوبولين بعد ما يتكون ويمسك لنا يصير هاي الخطوه الاولى
تصير الخطوة الأولى بالميتوسيس. الميتوسيس اللي هو العملية الأولى بالسيل ديفيجن مثل ما قلنا. زين إذا كان عندنا الكولتشسين، شنو عمل الكولتشسين؟ يمنعنا هاي العملية، يمنعنا انه اتحاد الالفا والبيتا حتى يسوينا الميكروتيوبيولز. وبذلك بما انه ما عندنا ميكروتيوبيولز، اذا ما عندنا شنو، ما راح يصير عندنا السيل ديفيجن، فيمنعنا البولمرايزيشن، ميكروتيوبيولز بولمرايزيشن تمنع مثل ما شفنا بالسلايد السابق. انه التيوبولين انهبت ذا مايكروتيوبولز بوليمرايزيشن اللي هو الكولتشسين. اذا الكولتشسين يمنع عنا المايكروتيوبولز بوليمرايزيشن. هاي المايكروتيوبولز بوليمرايزيشن وبذلك سوانا انهبيشن للسيل ديفيجن. هذا ستراكشر اوف كولتشسين اذا تشوفونه. شيء اخر ايضا يشتغل على التيوبولين لكن اسمه التاكسول او الباكلي تاكسيل. التاكسول او الباكلي كلش كمان درج وموجود، يستخدمونه للاوفرين بريست اند لانج اند بنكرياتيك كانسر. اللايك تيوبولين تارجتينج درج اللي هو الكولتشسين. الكولتشسين انهبت ذا مايكروتيوبول اسامبلي او ان نقول المايكروتيوبول بوليمرايزيشن، بينما التاكسول stabilize the microtubules polymer and protect it from the deassembly. بعد ما يصير البوليمرايزيشن للميكروتيوبيولز ويصير عندنا وينتقل ويصير عندنا يهيئنا الخلية للسيل ديفيجن، فالميكروتيوبيولز لازم يكون يتحقق يصير للديبوليمرايزيشن حتى تنتقل للميتافيس اللي هي الخلية تنتقل من الميتوسيس للميتافيس. التاكسول او الباكليتاكسيل يمنع هاي العملية. فاش نقول stabilize the micropolymer and protect it from the deassembly. خلينا نشوفها بالسلايد السابق بالقادم. قبلها انه هو bind to the tubulin and accelerate polymerization by stabilizing the resulting microtubules. هذا الباكليتاكسي او التاكسو. اذن الكولتشسين bind to the tubulin dimer and preventing microtubule formation، يمنعنا الميكروتيوبيولز. بينما التاكسول هذا الميكروتيوبيولز يتكون من الفا عن بيتا، بينما التاكسول ايش يكون يختلف عنه، يشتغل بالخطوة اللي بعد عملية تكون الميكروتيوبيولز. فتتكون الميكروتيوبيولز ترتبط لنا بالكروموسوم، وبعد ما ترتبط بالكروموسوم المفروض ان الميكروتيوبيولز يكون شنو، تنفصل عن الكروموسوم. عملية انفصالها راح يوقفها يوقفها التاكسول، انفصالها عن الكروموسوم. إذن الميكروتيوبيولز استيبلايز ذا التاكسول استيبلايز ذا مايكروتيوبيولز فورميشن، او انهبت او نقدر نقول انهبت الديبوليمرايزيشن افتر مايتوسيس، يعني الانفصال الكروموسوم عن الميكروتيوبولز انهبت لها، يسوينا انهبيشن لها. النيوكليك اسيد ايضا از ادراك تارجت. فالنيوكليك اسيد از ادراك تارجت ايضا مهم بالالكيليتنج ايجنت اند ميتالينج ايجنت. الالكيليتنج ايجنت از ا هايلي الكتروفيليك كومباوند ذات انتراكت وذ النيوكليوفايل تو فورم ا سترونج كوفالنت بوند. There are several nucleophilic groups that are present on the nucleic acid bases of the DNA, which can interact with electrophile in a particular N7 guanine.
The drug with the two alkyl group can react with the nucleic acid base on each chain of the DNA to cross the link link واللي هو راح يؤدينا إلى أن replication and transcription is disrupted. بما أنه راح يتحد مع البروتين اللي موجود بالدي إن إيه راح يمنعنا عملية replication والtranscription. Unfortunately, that the alkylating agent are not selective and have a significant side effect which is that alkylate the nucleophile group اللي موجودة بالبروتين. فمثلا مو فقط انه هاي الالكليتنج ايجنت تشتغل فقط على الدي ان اي، ممكن ان تتفاعل مع اي بروتين موجود بالدي ان اي وبذلك تعطينا سايد افكت. اذا الكلوروميثين، هذا الكلوروميثين راح يتحول لنا طبعا هذه انترا موليكولر انتر اكشن، يصير نيوكليوفيليك اتاك على هاي الكربون فيطلع لنا الكلور على شكل ماينس فيعطينا ازريدينيوم ايون، المفروض هاي ماخذينها بالانتي كانسر دراج الرابع اللي هي الكورس الثاني، فيعطينا ازريدينيوم ايون. هذا الازريدينيوم ايون هذا احنا هذا السايت نصيح له الالكتروفيليك سايت، فيجينا البيس، هاي البيس يصير عندها نيوكليوفيليك اتاك، هاي النيوكليوفيليك اتاك على الالكتروفيليك سايت، فيصير عندنا هذا المولكيول فينطينا هذا الجزء. طبعا راح يجينا الجزء الاخر ايضا انترا موليكولر انتر اكشن على هذا الكربون يطلع لنا السي ال، السي ال يطلع ليش؟ لان هو جود ليفنج جروب، فيصير عندنا ازريدينيوم ايون ثاني، فيجينا بروتين ثاني ايضا يصير نيوكليوفيليك اتاك، فيصير عندنا هاي المولكيول. ومن خلال هاي الميكانيزم عرفنا انه ليش نقول انه الكلوروميثين نقول عليها كروس لينكد دي ان اي، ليش كروس لينكد دي ان اي؟ لان ارتبط مع اثنين نيتروجين بيس من جهتين فيصير كروس لينكينج. This is the end of our lecture and thank you for listening.